شكيب بن موسى وعواطف حيار يتفقان على محاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعيات خاصة. إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب بعد 40 سنة من السجن. لأول مرة في التاريخ الفيفا تعتمد الفار الصوتي في كأس العالم للأندية بالمغرب. نشرة أخبارك بوفان كاتخ بطنجة، أهلا بكم. وقع شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اليوم الخميس بالرباط، وقع اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون تهدفان إلى محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة. ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين حسب بلاغ مشترك للوزارتين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وكذا خارطة الطريق، لا سيما في شقها المتعلق بمحور التلميذ الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجال الذي ينحدرون منه. أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب يونس عصامي أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات، وردا على الأخبار المتداولة والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته بشكل قاطع حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف. وقال يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بعدما أمضى 40 عاما في سجونها أسيرا. وأفرجت إسرائيل عن الأسير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية من سجن بئر السبع بجنوب البلاد، حيث أمضى 40 عاما في السجن بتهمة قتل جندي. وكان يونس قد أدين بالإعدام سنة 1983 بتهمة قتل الجندي الإسرائيلي أبراهام برومبرغ في العام 1980 في مرتفعات الجولان المحتلة قبل أن يخفف حكم الإعدام إلى 40 عاما. قتل شخص فيما أصيب العشرات بجروح نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعمان. وقال مصدر طبي إن شخصا فارق الحياة فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي انطلقت عند الساعة 7 مساء. هذا الحادث دفع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للذهاب إلى البصرة وعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة. أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء أمس الأربعاء عن الشروع في تطبيق آلية جديدة خاصة بتقنية الفار خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022 التي ستحتضنها الملاعب المغربية بين يومي 11 و11 فبراير 2023 بمشاركة 7 فرق منها 3 أندية عربية وهي الوداد البيضاوي والأهلي المصري والهلال السعودي، إضافة إلى كل من ريال مدريد الإسباني وفلامينغو البرازيلي وأوكلاند سيتي نيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي. وفي هذا الصدد سيعمل الحكام في النسخة المغربية من المونديالتو على شرح كافة القرارات التي يتم اتخاذها في غرفة التحكيم بالفيديو،
من خلال مكبرات الصوت للجماهير الحاضرة في الملعب وتلك التي تتابع المباريات عبر شاشات التلفزيون. للإشارة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان قد أعلن في وقت سابق الاعتماد على العديد من التقنيات الخاصة بمساعدة الحكام منها الفيديو الفار إضافة إلى التسلل الآلي وعين الصقر وغيرها. بهذا الخبر الرياضي مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرتنا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كابوفان كاتخبون ام ا. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.